چینل امام عصر دعوت انسانیت مختصر دعائے سحر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مفزعی عند کربتی ویا غوثی عند شدتی إليك فزعت وبك استغثت وبك لذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا في رغبتي أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل أثرتي فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. اس دعا کے بعد ان تسبیحات کو بھی پڑھیں جو اقبال میں ذکر ہوا ہے. سبحان من يعلم جوارح القلوب سبحان من يحصي عدد الذنوب سبحان من لا يخفى عليه خافيا في السماوات والأرض سبحان الرب الودود سبحان الفرد الوتر سبحان العظيم الأعظم سبحان من لا يعتدي على أهل مملكة سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بالظالم
سبحان الحنان المنان سبحان الرؤوف الرحيم سبحان الجبار الجواد سبحان الكريم الحليم سبحان البصير العليم سبحان البصير الواسع سبحان الله على إقبال النهار سبحان الله على إدبار النهار سبحان الله على إدبار الليل والإقبال النهار وله الحمد والمجد والعزمة والكبرياء مع كل نفس وكل طرفة عين وكل لمحة سبق في علمه سبحانك ملء ما أحصاه كتابك سبحانك زنة عرشك سبحانك 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 اور جان لو کہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر روزے کی نیت کو سحری کھانے کے بعد کرے تو بہتر ہے اور اول شب سے لے کر آخر شب تک نیت کر سکتا ہے اور جب کہ جانتا ہو اور قصد رکھے کہ کل روزہ قربتاً اللہ رکھے گا اور مفطرات سے امساک کرے گا تو کافی ہے اور مناسب ہے کہ سحر میں نماز شب کو ترک نہ کرے اور نماز تہجد بجا لائے۔